الأمر إلا على جثثنا الأمر. جزء كبير من رجال الأعمال الفاسدين قاموا بتمويل كبير ياسر للأحزاب الحاكمة الآن، وهو كرد جميل إنهم يقومون بقانون المصالحة الاقتصادية. حسب صيغة هذا القانون، إذا كان فلوسك جات من تجارة الأسلحة، وإذا كان جات من بؤر الإرهاب، وإذا كان جات من تجارة الجنس ولا المخدرات والحشيش الأبيض، ما يهمهمش. اسمع في المحكمة، اسمع يقرره القضاء. مانيش مسامح في حق الشهداء، مانيش مسامح في حق المزير يا البطالة.